السلام عليكم، حلقة جديدة من ملعب اس بي سي. إلى العناوين: المنتخب الأولمبي وتعادل أمام أوزبكستان ضمن تصفيات كأس آسيا 22، برؤية فنية وزوايا خفية الاتحاد بأرقامه التصاعدية في ملعب اس بي سي، الاتحاد تحت مجهر أهل اللعبة. حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. انا خالد شنيف مع الكابتن يوسف المناعي. كابتن يوسف، مساء الخير. مساء النور كابتن خالد، وحياك وحيا كل ضيوفك الكرام والمشاهدين. ما في الا انت واحمد. احمد مساء الخير. مساء النور حبيبي، الله يحييك. الله يسلمك. مساء الخير ابو ابراهيم. مساء الخير. ليش يقول لك الناس الحديث عن فريق الاتحاد؟ فريق الاتحاد احد الفرق اللي نفخر فيها، الفرق اللي تحب مشاهدتها، تحب جماهيرها، نريد الخير لها. ترى تكلمنا على أكثر من فريق، نخصص حلقة الاتحاد اليوم، سنخصص حلقات عن بعض الفرق. وضع الاتحاد لذلك خصصت الحلقة اليوم عن الاتحاد للتذبذب اللي قاعد يحدث الاتحاد. موجودين خبراء لمعرفة الخلل وإصلاح الخلل في مشاكل الاتحاد وتبيان المشكلة وعناصر القوة وتثبيتها. البرنامج للكل، لذلك الاتحاد اللي قاعد يحدث له في التصاعد اللي فيه والتذبذب اللي صار له، لذلك فتحنا موضوع الاتحاد. وسبقا فتحنا اكثر من نادي، ترى تكلمنا على ضمك، تكلمنا على الاهلي، تكلمنا على الهلال، على النصر، وسنتكلم على باقي الانديه. البرنامج اهل اللعبه للكل. اليوم منتخبنا الاولمبي تعادل امام اوزبكستان في تصفيات كاس اسيا تحت 23 في 2022، تعادل 2-2. المباراة القادمة ستكون بعد 3 أيام أمام الكويت. ترى أوزبكستان متأهلة مباشرة إلى كأس آسيا تحت 23 لأنها هي المستضيف. الأهمية هي مباراة الكويت وبنغلاديش، لا يتأهل إلا الأول أعتقد من هذه المجموعة، مجموعة صعبة جدا، وتحدد مباراتنا أمام الكويت مصير المنتخب. بالتوفيق المنتخب الأولمبي هو الرافد الأساسي لكرة القدم. أحمد، أول شيء نتمنى التوفيق في المباراة الجاية. مباراة اليوم أمام مستضيف كانت مباراة صعبة، ظهر بمستوى جيد، لكن الأهم زي ما ذكرت مباراة القادمة أمام المنتخب الكويتي هي اللي بتعطينا الانطباع الحقيقي للمنتخب. وأعتقد أن المنتخب يملك لاعبين على مستوى عالي ومدرب مع المجموعة من فترة، فأعتقد أنه عارف قدر المباراة الجاية ومسؤولية المباراة الجاية، وإن شاء الله يظهرون بمستوى أفضل ونحقق الثلاث نقاط في المباراة القادمة. كابتن يوسف، لسعد الشهري وين شايفه في عمله مع المنتخب في الفتره الماضيه والفتره المستقبليه؟ الكابتن سعد الشهري عمل فتره معناها جد ايجابيه مع المنتخب، لعب معناها تحصل على كاس اسيا، وصل المنتخب للالعاب الاولمبيه، تم كيمياء وتواصل كبير بين اللاعبين وبين المدرب. مدرب شاب عنده فكر جديد، فكر متوازن، عنده علاقه طيبه مع اللاعبين. نشوفه بالرغم اللي المدرب هذا تظلم في فتره من فترات، خاطر اللاعبين الاساسيين واللاعبين المميزين اللي عملوا الفارق في المنتخب الاولمبي ما كانوش متواجدين معاه، كانوا مع المنتخب الاول. في الفتره هذه انا اتوقع يلزم المنتخب يستشعر المسؤوليه ويلزم يعمل اسوه بالمنتخب الاول اللي قاعد يقدم في مستويات كبيره. اتصور اللي هي فرصه كبيره ان شاء الله مباراه الكويت المنتخب يحقق الفوز باش يعمل خطوه ايجابيه للترشح لكاس اسيا. تعرف اللي الهدف نتاع المنتخب السعودي الاولمبي مش الترشح، هو من المنتخبات اللي تمشي باش تنافس وتحاول تتحصل على كاس اسيا. اكيد طموحنا الذهب، رؤوسنا دائما تفكر في الذهب، هذه عاده السعوديين وعاده المنتخبات السعوديه، وطموحنا دائما هي القمه. الى 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 حال الاتحاد في التقرير التالي: احتار جمهور الاتحاد هذا الموسم في ظل تذبذب مستوى ونتائج الفريق. العميد الذي بدأ موسمه بخسارة من الفيحاء تلاها فوز عريض على الرائد بثلاثية قبل خسارة نهائي البطولة العربية،
والتي ألقت بظلالها على الفريق من خلال إقالة المدرب البرازيلي كاريلي، ليستعين بعدها بالروماني كوزمين كونترا الذي استهل مشواره بفوز عريض على أبها بسداسية، لينتقل بعدها لمواجهة النصر على ملعب مرسول بارك ويخطف النقاط الثلاث، إلا أن التعادل جاء عادلا أمام التعاون في الجوهرة المشعة. عقب ذلك حقق الاتحاد فوزا أسعد عشاقه في افتتاح ملعب الأمير عبدالله الفيصل أمام الأهلي بثنائية تصدر فيها سلم الترتيب. واجه الاتحاد وصيفه ضمك في الجولة الثامنة، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي حافظ فيه الاتحاد على صدارته. وفي الجولة التاسعة خطف الليوث النقاط الثلاث من فم النمور بهدفين أدت إلى فقدان الصدارة. الاتحاد يواجه الحزم في الجولة العاشرة ويتسلح بكورنادو صانع الأهداف، عفوا صانع الفرح الاتحادي، والذي كان له الدور الأبرز في أغلب أهداف الاتحاد. البرازيلي كورنادو كسر جميع القواعد التي تتحدث عن الانسجام والتناغم من أول مشاركة لعبها مع العميد حتى الآن، الأمر الذي جعله يتصدر ترتيب صانعي الأهداف هذا الموسم بسبعة أهداف في سبعة مباريات لعبها مع الاتحاد. الاتحاديون في حيرة بعد فقدانهم للصدارة، فهل يستطيع كونترا ورفاقه لاستعادتها مجددا ورسم البهجة على محيا عشاق العميد؟ ها كابتن أحمد واللاعبين أمامك، الاتحاد مقدم بداية ممتازة ومن ثم شاهدنا تذبذب في أدائه. شوف الاتحاد يمكن حتى في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم هذا تشوف مباراة يقدم مستوى عالي، مباراة يكون في تذبذب في المستوى. أنا قاعد أشوف الاتحاد يعني رغم أنه تغيير في المدرب كاريلي إلا ما نشوف حالة فنية تغيرت بشكل كبير، يعني ما عمل فارق كبير المدرب كوزمين للأمانة بوجهة نظري. لكن اللي الفارق اللي في الاتحاد وجود لاعب زي كورنادو هو اللي قاعد يعطي بعض الانطباع الفني الجيد للاتحاديين اما في الصناعة او في التسجيل. فاعتقد الاتحاد يحتاج للشغل اكثر، يحتاج لتصحيح الاخطاء. اعتقد المنظومة حتى على مستوى الاسلوب انت ما انت بعارف وين رايح الاسلوب الاتحاد. كابتن يوسف حبدا معك في الامور الفنية في التحولات السريعة اللي مختارها، الفكرة وين رايح فيها بالتحديد؟ التحولات الهجومية السريعة للاتحاد وين رايح فيه بالتحديد؟ هو منذ استلام فابيو كاريلي مقاليد التدريب كان دائما الاتحاد ولا عنده شكل مميز خاصة في التحولات الهجومية. تشوفوا النقطة التحولات السرعة في الريتم بتاع الركض بتاع اللاعبين، التحول السريع، اللاعب ديما في الفيرتيكال موفمنت، معناها يستغلوا المساحات بشكل جيد مع لاعبين سريعين جدا عندهم التايمينج نتاع الباس. هذا يعمل كثير في مشاكل الفرق الاخرى، وهو يمثل نقطه القوه في فريق الاتحاد اللي الاتحاد يعتبر اكبر معناها نقطه ضاربه في هجوم الاتحاد هي التحولات السريعه للمهاجمين نتاعو، واللي هي ديما يعمل بها الفرق خاصه الفرق اللي تخلي له المساحات في الخطوط الخلفيه. نشوفوه قوي جدا في عمليه الكونتر اتاك او في الهجمات السريعه، التحولات نتاعو تكون دائما ايجابيه واللاعبين نتاعو يعملوا الفارق في خاصه لما تخلي لهم مساحات. كابتن يوسف حتى بتشاهد الارقام حتى في ظل هذا الاسلوب بالنسبه لفريق الاتحاد، ها الا نشاهد رقم عالي في عمليه التسديدات، ثاني فريق في عمليه التسديدات خلال هذا الموسم حتى في ظل الاسلوب الهجمات المرتده. هو يمكن اللي اختلف على الاتحاد السنه هذه هو وجود ايغور كورنادو. الفريق حاليا حتى في الهجمه المركزه اصبح الاتحاد يقدر يلعب، عنده قوه التسديد من برا المنطقه، عنده قدره الاستحواذ، عنده اللعب على عرض الملعب، الاختراقات على الاطراف، خلق المساحات بوضعيات الواحد ضد واحد. اتوقع ان الاتحاد عنده قوه هجوميه معناها ضاربه، وهذا يتاكدوا الاحصائيات اللي هو اكثر فريق في الدوري سدد على الـ على الـ على الحراس بتاع المنافسي، ثاني اكثر فريق وليس اكثر فريق تسديدات خلال هذا الموسم وليس الافضل. ثاني اكثر فريق
الفتح. طيب اروح لك اروح لك احمد الكورنادو، الاضافه اللي عملها كورنادو للاتحاد شكلا ومضمونا وين؟ اول شيء في قيمه اللاعب فنيا، لاعب فنيا وعنده قيمه عاليه، اول شيء في الصناعه وحتى في التسجيل وفي الكرات الثابته، لاعب ذكي، لاعب مهاريا، لاعب يعرف متى يسوي الزياده العدديه داخل منطقه ال 18، ولاعب عنده وزنيه الباص وتكلمنا عنه قبل، عند اللاعب الحس في الباص وفي الصناعه على مستوى عالي، لاعب عنده جميع الامكانيات. انا اعتقد ان كورنادو يحتاج اللاعبين في الخلف اللي يمكن يمولونه يكون فيه، لان دائما كورنادو لما تشوفه يعرف وين يوقف ويعرف وين يختار المنطقه المناسبه للاستلام وحتى لصناعه الكور. فاعتقد ان كورنادو لاعب على مستوى عالي، قيمه فنيه عاليه، صفقه مميزه لنادي الاتحاد. وارقام كورنادو في ارقام رصدوها فريق الاعداد عن كورنادو بتشاركنا فيها كابتن يوسف. هذا الرجل صنع 7 أهداف الى الان من 9 مباريات، اعلى رقم وصل له كاماتشو 15 هدف في موسم 12-13، يتعدى كاماتشو الموسم هذا كابتن يوسف؟ حسابيا الى حد الان جوله 9 هو عمل معناها 7 أسيست وشارك معناها شارك ب7 أهداف. في توقعي الشخصي على امكانيه اللاعب على طريقه لعب الاتحاد اتوقع اللي راح يتجاوز كاماتشو. كابتن انت مختار حاله المواقف الثابته، يعني بنودي نستعرض الارقام بس قبل ونشارك فيها يوسف وبعدين نروح نروح للمواد. الارقام الموجوده بالنسبه للاتحاد الاعلى على حسب اللي موجود كارقام من 7 ضربات الجزاء و7 ضربات الجزاء، اخطاء جانبيه، اخطاء مباشره، ضربات ركنيه، الاتحاد 6 فارق عن الكل. ليش يا كابتن؟ الاتحاد عنده لاعبين يجيدوا معناها الكرات الثابته، التسديد نتاع الكرات الثابته، وعنده لاعبين في الخط الخلفي اللي يتميزوا بطول القامه وعندهم التايمينج نتاع تسجيل الاهداف، خاصه اللاعب حجازي، وهذا يستثمروا فريق الاتحاد في كذا مباراه، اللي لما تعرف ان الكرات الثابته هي سيم الفرق الكبار، لما ما يلقاوش حلول هجوميه الكرات الثابته هي معناها تعمل فارق. تعرف اللي 47% من الاحصائيات في العالم كل على الاهداف تتسجل على كرات على وضعيات تاع كرات ثابته، والاتحاد يجيد جدا الى حد الان تسجيل الاهداف على الكرات الثابته. عرف كيفاش يستثمر طول القامه الكواليتي نتاع الشوتينج نتاع الكورنر او الفاول اللاعبين نتاعو، والى حد الان توفق الاتحاد في الشيء هذا. كابتن يوسف ترى الموسم الماضي الاتحاد خلال الموسم سجل 5 أهداف من 7 ضربات الجزاء، 5 أهداف، الموسم الى الان 6 في 9 مباريات، رقم عالي. عالي جدا، وهذا تعرف اللي السنه الماضيه حجازي اول سنه في الموسم، كل ما يزيد مباراه كل ما يفهم المباريات، كل ما يعرف نقاط الضعف بتاع المنافسين، يولي يعرف شنو هو الليميت نتاع المدافعين الفرق المنافسه. ومع ايغور كورنادو اللي قاعد يرفع هو او في حالات هو يرفع الكرات، عنده دقه عاليه في التسديد، واتوقع اللي في التمارين نتصور لفريق الاتحاد يشتغل كثير على الكرات الثابته. الاضافه في كورنادو، الاضافه في حجازي وحمدان الشمراني، قصير لكن ارتقاء وتوقيته عالي جدا، وتواجد ايضا المنفذ كورنادو غير كثير الاتحاد في هذا الجانب. في استفتاء عمل فريق الاعداد اسباب كثره تسجيل الاتحاد الاهداف، لانه وصل الى 18 هدف هذا الموسم وهو رقم 1. السرعه في الاداء كورنادو 55%، الكرات الثابته 11%، تعدد الهدافين 13%، والسرعه في الاداء 21%. احمد تروح ليش الزياده اللي قاعده تصير؟ شوف اول شيء سرعه في الاداء في الارتداد صراحه، لان الاتحاد فريق قوي في الارتداد وسريع يعرف يختار المساحات، وجود لاعبين مميزين زي كورنادو وروما في القيمه الفنيه في الصناعه وفي التسجيل. كابتن يوسف لاي سبب؟ انا نمشي اكثر الوجود ايغور كورنادو. تعرف اللي فريق الاتحاد العام الماضي او المباريات اللي ما يلعبش فيهم ايغور كورنادو كان الفريق يجيد جدا الهجمات المرتده او الهجمات السريعه، قوي جدا في عمليات التحول الهجومي، لكن لما ما يحصلش المساحات
والفرق تلعب له في الدفاع مكثف في المنطقه يلقى صعوبات كبيره. السنه هذه يمكن يقول كورنادو عطاه حلول بالاختراقات بالشوتينج برا من المنطقه، سجل كم هدف من على تسديد من برا المنطقه، وهذه حلول اعطاها الاتحاد وزاد في اكثر في الغله التهديفيه بتاعهم. تعرف زاد اللي الاتحاد كانت عنده نقطه ضعف هو عدم الدقه في 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 الباسنج والديسيجن القرار والتوقيت، في حتى في عمليات الهجمات المرتده الباس الاخراني اخر باس لاسيس الاخير يلقى فيه الفريق صعوبات. السنه هذه مع وجود ايغور كورنادو فالفريق فنيا عليه اكثر، ولا القرار صح في توقيت صح مع الانتنسيتي بتاع الباس صح. كل تاكيد. انا بس في ارقام اخيره عن الاتحاد بعد 9 جولات مقارنه في ال3 مواسم الماضيه، الاتحاد ترى بحاله جيده. احنا نتكلم عن الاتحاد، نريد اكثر من الاتحاد. الاتحاد اللي قاعد يحدث له من العمل الجيد جدا على المستوى الفني على المستوى الاداري، في كل عمل فيه اخطاء، لكن الارقام الموجوده 19 20 كان 9 نقاط، 20 21 14 نقطة، 21 22 17 نقطة بعد 9 جولات، أرقام جيدة جدا للاتحاد، ليس الطموح العالي، لكن مقارنة فيما يحدث أرقام أجدها أرقام جيدة جدا، في أخطاء والأخطاء سنتكلم عليها بحول الله بعد الفاصل، مستمرون معكم وبعد الفاصل. حالات فنية وعشوائية الضغط. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام. أحمد، الاتحاد له عناصر قوة ونقاط قوة كثيرة، وله نقاط سلبية بكل تأكيد لأي فريق. ايش المفروض يسويه الاتحاد في المرحلة؟ شوف الاتحاد أعتقد المدرب عارف العناصر اللي عنده ما هي العناصر اللي تقدر تروح تضغط على الخصم في ملعبه، فينتظر في ملعبه للارتداد، هذه احنا تكلمنا فيها هي القوة، لكن المشاكل لما يرجع ملعبه تلقى في مساحات، حتى في عملية الضغط في ملعبه أو في ملعب الخصم دائما ما يكون تحس أنه فيه اجتهادات من اللاعبين، ما هو شغل مدرب فني، يعني أنت يطلب منك دائما، أنت تشوف روما وكورنادو دائما يسوون الضغط بمفردهم بحالهم، فدائما خارجين عن في الملعب أو عن الفريق، بعيدين عن الفريق، خطوط الفريق اعتقد الهجوم للدفاع دائما بعيده جدا متباعده. كابتن يوسف، في سؤال موجود من سعود، هل يستطيع كوزمن كونترا قياده العميد للدوري؟ يقدر يفوز بالدوري، خاصه اللي عنده امكانيات نتاع لاعبين، امكانيات رهيبه عنده، يمكن افضل لاعبين موجودين في المملكه. كنا نشوف ونتابع مسيره المدرب هذا من اول مجال الاتحاد، وحاليا نحسوا ان المدرب بدا يفهم امكانيات اللاعبين، بدا يعرف الدوري، بدا يعرف خاصيات الدوري. اول مجال المدرب هذا بدا يفكر باش يتوخى ضغط عالي وبريسينج عالي، لكن عرف اللي ما عندوش الامكانيات باش يعمل الشيء هذا، فبدا بالتدريجي يرجع، بدا يرجع في الاتحاد تقريبا في نفس الفكر اللي يشتغل به فابيو كارل. طيب ابى اروح لك انتم متفقين على شيء انت واحمد، على عمليه الضغط العشوائي، انت مختار الضغط العشوائي، الفكره وين يا كابتن؟ فعلا نفس ما قلت لك، المدرب اول ما جاء كان التفكير بتاعه باش يعمل ضغط عالي، لكن حاول باش يعمل البريسنج، بدا بيعمل في الهارد بريسنج، يضغط على حامل الكره، بعدين الفريق ما 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 توفقش خاطر ما عندوش امكانيات نتاع اللاعبين اللي يضغطوا. نشوفوا حتى في الصوره لهنا كيفاش اللاعبين ما يضغطوش على حامل الكره، ودائما يعملوا الركيل فران اللي يسميوه بالفرنسيه الركيل فران، اللي هما قاعدين الفريق ديما يركض في اتجاه المرمى نتاعه، ما ثماش ضغط على حامل الكره، ما ثماش تضييق مساحات، ما ثماش دفاع ايجابي اللي هو يلزم البلوك يبدا يقدم على حامل الكره، معناها تدافع وانت تقدم، ما تدافعش وانت تتاخر. تشوف حتى الاثنين المهاجمين اللي في وضعيه العب الاتحاد في 4-4-2 كلاسيك، الاثنين المهاجمين نتاعو ايغور كورنادو ورومارينو ما كانوش متواجدين،
عدم الضغط المتوازن بين كريم الأحمدي وعبد الإله المالكي، كان ثم نوعا ما من تداخل في الأدوار، ولما اللعيبة ما تضغطش بصفة جماعية فكان شوف هنا نشوف المهاجمين يضغطوا والبلوك بعيد عليهم، ما ثماش مساندة من البلوك. فالاتحاد بكل صراحة معناه يلزم يشتغل كثير على الشقة ذي، بزيادة على ضعف الاجريسيفيتي عند المهاجمين، هي ضعف النواحي التكتيكية عند الفريق خاصة في عمليات الضغط. أنت باش تلعب على واللي أمامك باش تستحوذ واللي أمامك يا كابتن، تشوف حتى واللي أمامك تشوف حتى في الإحصائيات، تشوف الفريق وين أكثر منطقة يفتك فيها الكرة، هي في المناطق الخلفية نتاعه. لما انت تفتك الكره في المناطق الخلفيه نتاعك خاطر انت ضعيف الضغط وما تفتكش الكره في نص الملعب، شو يسوي المنافس؟ المنافس تولي عنده القدره والوقت باش يرجع ويتراجع البلوك نتاعو ويخليك انت تلعب في هجمه مركزه اللي هي نقطه الضعف نتاعك. انت قوتك في الهجمه المرتده السريعه، يلزمك تفتك الكره في نص الملعب نتاعك. هنا الاتحاد نقطه الضعف نتاعو اللي هي الضغط وافتكاك الكره تفرض عليه بعد لما يستحوذ على الكره يلعب في هجمة مركزة، معناها ضد إمكانيات الفريق وضد التوجه وقوة الفريق. صحيح. طيب كابتن يوسف، بروح لك إلى نقطة ثانية، نقطة أساسية بالنسبة لفريق الاتحاد. تكلمنا عن تباعد الخطوط، وتباعد الخطوط وش المشكلة اللي تسببها للفريق؟ تباعد الخطوط هي تعرف اللي ثم ما يعبر عنه بال كورس دو دور بلاسمون، هو خطر اللاعب لما تكون عنده الكرة يفتح البلوك، لما يخسر الكرة يلزم اللاعب يضم البلوك نتاعو يضم. ثم بعض اللاعبين اول حاجه يلزم الريتم الانتنسيتي نتاع البلوك يلزم تكون سريعه الركضه هذه باش انت ترجع وتضم وتضيق المساحات. اثنين، ثم زاد امور ذهنيه، ثم بعض اللاعبين اللي يتخاذلوا على اساس اللي هما ما يقوموش بادوار دفاعيه، فتقريبا تخلي البلوك نتاع الاتحاد حتى شفناه وتابعناه اللي البلوك مفتوح على 49 متر، 49 متر بالطول و49 متر بالعرض، وهذا في كره القدم العصريه كثير، خاطر انت الفرق كيف يقللوا كابتن؟ كيف يقللوا؟ نعم. كابتن كيف يقللوا؟ كيف يقلل المسافات هذه؟ شوف يلزم هنا هو شغل مدرب اللي يضغط على اللاعبين اللي يخليهم، خاطر اللاعب يقدر يتمركز لكن يتمركز بسرعه بطيئه. هنا يقعد دائما مع نقل الكره السريع من 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 منطقه لمنطقه، فبطبيعه الحال مش تقعد ديما البلوك مفتوح. نتيجتها المدرب يضغط على اللاعبين باش يركضوا باش يعملوا تحول سريع باش المساحات تقرب لبعض، يلزم اللاعبين تكون جاهزه في معناها في ذهنيتها باش تركض باش تقاتل باش تجري باش تضيق المساحات باش تلعب الخطوط متراسه. هو شغل من الاساس اللي يلزم المدرب يضغط على اللاعبين باش يركضوا، يلزم رومارينو أو كورنادو صح اللي هما لاعبين متميزين في الحالة الهجومية لكن عندهم أدوار دفاعية، الكرة العصرية ما تقدرش تدافع بثمانية يلزمك تدافع بعشرة لاعبين. لذلك الاتحاد ثاني أكثر الفرق استقبالا للتسديدات هذا الموسم من 121، ضمك الأول 126. أنا مع الكابتن يوسف، الدفاع بثمانية مستحيل في كرة القدم، لذلك الاتحاد وصل للرقم هذا بكل تأكيد. أحمد أبروح لك إلى نقطة ثانية بالتحديد لفريق الاتحاد أو نقطة ثالثة، ما في زياده في الكرات العرضيه، هذا شوف وش اسبابها يعني؟ السبب ان الوجود الفريق في منطقه بعيده عن الاثنين اللي قدامه، حتى لما تطلع الكوره الفريق الخصم ما تلقى فيه زياده، تحس انه في عشوائيه في الهجوم. يعني شوف الفريق لانه بعيد عن مناطق الهجوم، نادرا ما يقدر اللاعب سواء في المحورين ستة وثمانية، ما هو باللاعبين اللي هو المالكي والأحمدي، ما هو باللاعبين اللي يسوون زيادة. الاتحاد يحتاج اللاعب اللي يسوي زيادة من الخلف. خروج اللاعبين أو الفريق كمنظومة كاملة بشكل أسرع حتى يسوي زيادة العددية، وحتى في الكرات الثانية يقدر يصعب على الفريق الخصم في الكرات الثانية. هذه الأرقام اللي أمامنا، أكثر الفرق تنفيذا للكرات العرضية موسم 21-22، الفتح 198 الأول، الهلال 197 الثاني، الأهلي 166 الثالث، الفيصلي 156 الرابع، الاتحاد رقم 13 112. وللعلم الكرات العرضية الصحيحة للاتحاد 17 كرة عرضية فقط من 9 مباريات، قليلة جدا بفريق يصل كثير في هذه المنطقة، قليل جدا. العمل على كونترا هو في هذا الجانب بعد الوصول زيادتها ومن ثم التفاعل معها.
كابتن يوسف بروح لك إلى الكرات العرضية دفاعا ومشاكلها في الاتحاد في أي جانب؟ شفنا الاتحاد الخاص وعبيد في الفترة الأخيرة خاصة على الكرة العرضية تسجل فيه كثير أجوال على الكرة العرضية، وهذا ناتج على غياب الرقابة خاصة في المناطق الدفاعية. الكفرينج ماهوش معناها جيد خاصة من الظهر الحالات اللي يلزم دياجونال كفرينج. وزاد ثم حاجة مهمة كابتن خالد، اللي الحارس نتاع الاتحاد هو حارس متميز والناس الكل تقول لي هو حارس متميز، لكن ما يلزمناش نغفلوا اللي الحارس عنده نقاط ضعف اللي هي أثرت حتى في مسيرة الاتحاد خاصة على التسديد برا من المنطقة ولا في الكرات العرضية. احنا قلة قليلة باش نشوفوا قروهي يخرج على الكرات العرضية. انت تعرف اللي في المستوى ذا الحراس تساعد كثير، لغاية الحارس هو عنده القدرة باش يلعب بيدي، الحارس عنده طول القامة، عنده القفز، قدرة القفز، فهذه تساعد كثير المدافعين نتاعو. احنا نشوفوا اللي قروهي ما يخرجش على الكرات العرضية، بالرغم اللي حجازي لاعب متميز في الكرات العرضية، لكن الاتحاد قاعد يتسجل فيه كور. انا اتوقع من المعضله الاساسيه هما الدياجونال كفرينج نتاع الظهره وحارس المرمى اللي ما يخرجش على الكره. انا كابتن يوسف بتفق معك في نقطه التغطيه العكسيه من الاظهره قليله جدا، ليس في هذا الموسم، الموسم الماضي، لكن بختلف معك في قروهي. قروهي لا يدخل فيه هدف الا هدف صحيح 100%، يعني هدف صعب اي حارس يصدها. تفضل احمد. في نقطه يعني حتى على قروهي، انت كحارس مرمى ما تقدر تطلع العرضيات ومدافعين في على خط السته، من الصعب جدا يعني. فهذه نقطه صعبه على قروهي، لكن الاتحاد مشكلته في العرضيات اساسا هي تدرج المشكله من نص الملعب. لما يصير في نص الملعب صحيح راجعين بلوك بس ما في تنظيم، يتصاعد الى منطقه 18 فيسبب مشاكل كثيره في منطقه 18 بسبب الاول والاخير التنظيم وليس العدد. العدد ما هو مو شرط انك يعني كنترا وش مطالب فيه الان؟ اهم شيء التنظيم، يعرف كيف متى، يعرف يوقف اللاعبين كويس في التغطيه العكسيه زي ما ذكرت، وفي نفس الوقفه في المدافعين ومكان ضغط الكره. كابتن يوسف، والان في استفتاء عمل على كثره استقبال الاتحاد للتسديدات هذا الموسم، في اربع اسباب، اذا عندك سبب خامس او سادس اعطينا. اخطاء في التمركز 31%، الدفاع المتاخر 12%، الفراغات بين الخطوط 34%، وسط الملعب دفاعا 23%. تروح لوين يا كابتن يوسف؟ انا يمكن نزيد سبب خامس هو قروهي اللي قروهي برا من المنطقه عنده شويه بطء في الرياكشن. لا كابتن، من برا المنطقه سجل قبل كثير جوال من برا المنطقه، اللي هما يمكن حارس معناها اكثر امكانيات اللي عنده ناقص شويه هو اكسبلوزيفيتي، معناها قوه انفجاريه. حارس اخر يمكن كان يصد على الاقل نص الكرات هذو. والله شوف يسدد عليه توصل مرماه، هو المشكله الخط الاول المهاجمين، الخط الثاني الوسط، الخط الثالث المدافعين، هو الخط الرابع هو جالس تجيله كرات من كل مكان. كم تجي كوره في المباراه؟ هو انا قلت لك هو سبب خامس مش سبب اساسي، لكن هو سبب خامس مع الاسباب اللي ذكرتها. والله بالنسبه لي مره ثانيه ممكن اختلف معك، قروهي حاله خاصه بصراحه، اوقف الاتحاد في مباريات كثيره على قدمينا، يكون الاتحاد في اقل حالاته اجد قروهي بحاله ثانيه. مستمرون معكم وبعد الفاصل. ايجابيات وسلبيات تشكيله الاتحاد. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام، مستمرين في موضوع الاتحاد وفي تغريدة موجودة من أبيضاني، الأسامي جديدة هذه، رسالة فنية إلى متى 4-4-2؟ ها كابتن أحمد والتشكيلة أمامك، متى إلى متى 4-4-2؟ والله أنا أشوف المدرب يمكن راح يستمر على الشيء هذا، لأن وجود العناصر الموجودة التوظيف صعب يعني في كورنادو وروما،
يعني صعب يودي روما او كورنادو على الطرف، وكلا يعني كل اللاعبين يحبوا يلعبون في عمق الملعب، فهو من ناحيه المعاناه. لكن ممكن يتجه لتشكيله 4-1-4-1. كيف؟ انا اشوف استغناء عن واحد من الاطراف بوجود لاعب وسط تقليدي ووجود يوسف نياكيتي. كابتن يوسف بيستمر الاتحاد بالطريقه هذه بالأربعة أربعة اثنين؟ اتوقع الاتحاد لو يلعب 4-4-2 راح يحد كثير من نقاط القوه بتاعه، راح يغيب عليه العمق، عدم تواجد مهاجم راس حربه بطبيعه الحال مش راح يعطيه العمق. اذا كان هو يلعب 4-4-2 راح يدافع تقريبا بثمانيه لاعبين، راح يفتك دائما الكره في 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 مناطق خلفيه، فلعيبه الارقام نتاعو اللي هما نقطه القوه في السرعه في التحولات الهجوميه، راح لما يفتك الكره يكونوا بعاد على المرمى المنافس تقريبا 70 متر، وهذا راح يخلي يعيق التحولات الهجوميه. فاتوقع ان الاتحاد ب 4-4-2 يمكن يلعب ضد الطبيعه نتاع اللاعبين نتاعو. طيب انا مع فريق الاعداد اخترنا انتشار فريق الاتحاد، ومن وجهه نظري انا ممكن الاخوان احمد ولا الكابتن يوسف يشارك او يختلف في هذا الانتشار. 4-2-3-1 انا بالنسبه لي قروهي كحارس مرمى، الرباعي كما هو، سعود، حجازي، حمدان، شنقيطي، هنريكي بجانب المالكي، يكون في توازن في وسط الملعب واللاعبين ذو مواصفات مختلفه، كورنادو، رومارينو على اليسار، البيشا على اليمين، نياكاتي كراس حربه. كابتن يوسف انا بكل صراحه نحييك على التشكيله هذه، تشكيله جد ممتازه، خاطر انت عملت تغيير، نزلت اللاعب هنريكي في مكان كريم الاحمد، واللي هو يمكن تقريبا الناس الكل تجمع ان كريم الاحمد افضل لاعب في الاتحاد، بينما انا شخصيا نشوف كريم الاحمد يعمل تشكيله مره ثانيه كبيره للفريق، معناها خاصه في عمليه لما يكون الفريق عنده الكوره ما ثماش فيرتيكال سبورتك، المسانده بتاع لعيبه الارتكاز باش يساند ويدخل البوكس باش يسجل الاهداف، نشوفوا اللي كريم الاحمدي تقريبا معدل الاهداف نتاعو ضعيف جدا او يكاد يكون مفقود. اتفق بشكل كبير. تواجد يوسف نياكاتي في الخط الامامي يعطي الفريق عمق، يعطي الفريق امكانيه الضغط، خاطر يوسف نياكاتي من اللاعبين اللي عنده قدره الضغط لما الفريق يخسر الكوره. فاتوقع التشكيله هذه تكون متوازنه اكثر من 4-4-2، ويكون الفريق عنده كثافه في نص ملعب، ولاعيبه الارقى نتاعو يكونوا قراب لما يقطع الكره يكون قراب للحارس نتاع المنافس. انا اتفق معك بشكل كبير في الخيارات اللي انت اخترتها. الامانه اول شيء الاتحاد يحتاج في الاستفاده من روما وكورنادو في مين؟ في اللاعبين اللي في خلفهم اللي هو المالكي وبرونو. الاحمدي ما هو اللاعب، وذكرنا قبل كذا، ما هو اللاعب اللي يلعب بين الخطوط، ولا هو اللاعب اللي ينقل الفريق من الخلف الى منتصف الملعب الخصم بشكل اسرع، ولا هو يلعب الباص الفيرتيكال بين الخطوط. وجود عبد العزيز البيشي لاعب عنده امكانيات، اعتقد ان هذه الطريقه الافضل للاتحاد وبتعطي شكل افضل لفريق الاتحاد. هي كابتن يوسف التشكيله دائما تبحث عن التوازن في جميع الخطوط والتنوع في جميع الخطوط. الاتحاد خلال متابعتي للفتره الماضيه كلها لا، ما في عمق هجومي، اي كره عرضيه ما في راس حربه يلعب عليها او قاعده لعب، هذا واحد. اثنين، المحاور والتشابه في الادوار. ثلاثه، الان المشكله اللي بتواجه الاتحاد في العاب رومارينو في اليسار، هل يقبل ام لا؟ هو هذا السؤال. اذا قبل واعطى وسبق اللاعب مع سيره في اليسار، الاتحاد سياخذ بعد اخر، تتفق او لا يا كابتن؟ انا نتفق معك 1000%، خاطر الفرق المنافسه تقدر لما تلعب ضد الاتحاد تقدر تضيق لها عمق الملعب وما تخلي لهاش المساحات، وتعطيها على الامكانيات على الاختراقات على العرض، وتعطيها الفرصه باش ترفع الكروسات، لان الاتحاد ما عندوش القدره باش يسجل على كرات عرضيه. فلما يتواجد يوسف نياكاتي اللي هو راس حربه معناها في الاصل ولاعب جيد يتقن الكرات العرضيه، عندك برونو هنريكي عنده القدره باش يتواجد ويعمل الكثافه العدديه في البوكس، رومارينو ماهوش اللاعب الرواق الكلاسيكي، راح يدخل على داخل، عنده القدره وعنده المساعده من الظهير اليسار اللي هو مهند الشنقيطي اللي عنده الامكانيات
العالية. أتوقع بالعكس هذه أكثر متوازنة، وحتى رومارينو عنده قدرة الحركة، يدخل العمق، يمشي على الأطراف، عنده الإمكانية متاع يدخل البوكس كمهاجم ثاني. فأتوقع اللي هي تشكيلة جد متوازنة، تخلي وراه كورنادو اللي عنده قدرة الشوت من برا المنطقة، عند تعطيه أكثر حرية باش يتنقل، يكون كمهاجم ثاني يطلب وراء الخطوط. فأتوقع اللي هي تكون إيجابية جدا لفريق الاتحاد، يكون فيها مرونة أكثر لفريق الاتحاد، ويكون فيها تنوع، يكون فيها مصادر خطورة أكثر. الاتحاد الآن بلا عمق هجومي، ممكن تنجح في المرتدات، لكن الفريق اللي يتكتل أمام الاتحاد، شاهدنا الاتحاد يعاني الأمرين في هذا الجانب. في سؤال موجود من وري براما، هذا وش الأسماء غريبة قاعدة تطلعنا. كنا كالجماهير نأمل في مدرب أفضل من كاريلي بعد إبعاده، لكن يبدو للأسف غير ذلك. المدرب لم يضف أي شيء، لا دفاع ولا هجوم ولا مرتدة ولا استحواذ. لا قسيت على الرجل، لا، رجل له بصمة، لكن ترى لسه لم يتعرف على الفريق 100%. أتكلم على كونترا، لم يتعرف على الفريق في 100%. أحمد، أنا أتفق معك، المدرب لم يعني ما تعرف على الفريق 100%. استخدم أسلوب اللي هو وضح له يمكن في أول فترته، اللي هو الارتداد السريع على الإمكانيات الموجودة، صعوبة توظيف كورنادو مع رومانينو مع فهد، نياكيتي وجوده لازم يكون موجود. فأعتقد مع الوقت ممكن يغير في الأسلوب ويغير في طريقة اللعب. انتظر ماذا يعمل كونترا مع الاتحاد. تغيير الطريقة مهم جدا بالنسبة له، توظيف اللاعبين نقطة مهمة جدا، اللعب في المساحات الضيقة مهمة جدا للاتحاد، هي أكبر مشاكل الاتحاد. الاتحاد يمتلك فريق جيد جدا وسيصل إلى مراحل متقدمة متى ما حل المشاكل اللي عرضت من الكابتن يوسف والكابتن أحمد وطور الجوانب الهجومية. أعتقد توظيف اللاعبين هو الأهم بالنسبة للاتحاد، اختيار الطريقة المناسبة. بعض الأحيان تغيير المراكز مهم جدا لفريق الاتحاد، تكلم على رومارينو، إشراق، نياكيتي. القاعدة الأساسية اللي يبدأ فيها الاتحاد من وجهة نظري هذه الطريقة 4-2-3-1، رومارينو على اليسار، يكون مهم جدا توظيفه، هو اللي يكون المفتاح الأهم. أعطاه حرية لكورنادو لخيارات التمرير. الاتحاد سنشاهد اتحاد مختلف كليا في الفترة القادمة. مستمرون معكم وبعد الفاصل. الجولة العاشرة تنطلق بلقائين. حياكم الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة. في ترتيب الدوري قاعد أشاهد التعاون في المركز الأخير وضمك في المركز الأول. أحمد، اللي قاعد يعمل بيلقى، يعني الضمك قاعد يشتغل على في الفترات الماضية. أعتقد التعاون يعاني من بعض المشاكل الإدارية وفنية. يرجع التعاون؟ والله على الإمكانيات اللي موجود اللاعبين، لكن إذا صحح الوضع في الشتوية بشكل أسرع. اليوم المبادرات اللي قاعدة تحدث من إدارات الأندية مع جماهيرها، قبل يومين ويومين أعتقد الأهلي عمل مبادرة مع أحد الجماهير الصغار واستضافته في المباراة القادمة أمام الهلال، وكانت ممتازة من إدارة الأهلي. اليوم في بادرة جميلة من رئيس نادي الشباب، نزل فيديو في ملعب اس بي سي عن هذا المشجع في مباراة الاتحاد والشباب. نشاهد الفيديو. هذه المبادرة، هذه يوم الاستضافة اللي كانت موجودة، استضافه وكرمه واعطاه هديه، وكان في توجيه تشجيعي من الاستاذ خالد البلطان لهذا المشجع. يعني التعامل مع الجماهير والتواصل معهم مهم جدا ترى لجميع الانديه. هذه المبادرات تهم المشجعين، هي رساله ليس لهذا المشجع انما لجميع المشجعين. الاهلي عمل مبادره، النصر سبق عمل، الهلال، الاهلي، النصر، الرائد، التعاون، جميع الانديه تعمل على هذه المبادرات مع جماهيرها. مبادرات ممتازه تهم الجماهير، لأن بصراحة الملعب بلا جمهور ما يسوى شيء، لا راح تلعب ولا راح تقدم أي شيء في كرة القدم. روح إلى ندخل إلى مباراة الشباب والطائية. كابتن يوسف،
صعبة سهلة على الشباب وجهة نظرك؟ مباراة صعبة، ما ثماش في الدوري مباراة سهلة، خاصة اللي الصعب وين اللي الشباب منتشي بالفوز. الانتشاء هذا يقدر يكون سلاح ذو حدين، يقدر يخليك تزيد تكون متعطش للفوز وتزيد تقدم وتبرهن وتأكد المردود الطيب اللي ضر به الشباب في المباريات الأخيرة، كما في نفس الوقت تقدر المباراة هذه تخرج اللاعبين من التركيز، يتصور ان الفريق الطائي معناتها الترتيب نتاعو مو بجيد، اللاعبين عملوا مباراة كبيرة فتصير نوع من التراخي. فأتوقع اللي يلزم لاعبين الشباب يركزوا، وأتوقع أنا اللاعبين عندهم القدرة، خاصة اللي هم الكل لاعبة خبرة وعندهم الإمكانيات. وحسبك متابعتي الفريق الشباب حتى من العام الماضي، الفريق لما يدخل في ديناميكية الفوز يبدأ القوة نتاعو تكون تصاعدية، وأتوقع للشباب راح يعمل مباراة كبيرة ويقدر باش يفوز على الطائي. كيف يوقف الطائي الشباب؟ يعني لو قال لك واحد اعطينا الوصفه للطائي كيف يوقف الشباب؟ والله الشباب في توقع انا شباب يزبك يضيق له المساحات في نص الملعب، تضغطوا على نقاط القوه بتاعه خاصه ماليجا، وما في مشكله تخليه يلعب اكثر على عرض الملعب، اكثر على عرض الملعب، خليه يطلع لظهره، خاصه لظهر الظهير اليمين بتاع الشباب ما عندوش القدرات الفنيه العاليه في التمرير، معناها في الدقة نتاع الباس الأخير ولا في الكروس، فيلزمك أنت ما تخليش الكرة يخترقوا من العمق، تضغط على نقاط القوة وبطبيعة الحال تستغل التحولات الهجومية سريعة، خاصة أن اللاعبين نتاعهم تسمو نوعا ما من خط الدفاع من البطن. طيب نروح إلى اللاعبين الأهم في المباراة، بناجا وسعيود. سعيود ولا سعيود؟ يعطونا الاسم الصحيح. المقارنة بين الاثنين تروح لمن ولماذا؟ شوف انا اروح البنيقة، اول شيء على الخبره، وثاني شيء ان البنيقة يقود منظومه كامله، اسلوب بنيقة يقود منظومه كامله ويعطيك النظره كامله، اما في الصناعه او في تغيير رتم الفريق او حتى في انتقال الفريق من المرحله الدفاعيه للمرحله الهجوميه بشكل كبير وشكل ايجابي. سعيود عنده الحلول الفرديه اللي ذكرناها قبل كذا في الحل الفردي في 18، لكن تكتل يمكن يكون للطائف في المنطقة الخلفية فما يعطي سعيود المساحة الكافية. يعني الشباب ترى ممكن يواجه صعوبة مباراة الغد إلا إذا اتخذ قرار التسديد من خارج المنطقة يكون حل. سعيود لاعب ممتع ومفيد داخل الملعب، قيمته عالية في الفريق الطائي، تابعوا زين بكرة، ترى من أحد أفضل اللاعبين اللي شاهدتهم في الفترة الماضية. بروح الى التوقعات، لمن ولماذا مره ثانيه؟ انا اروح للشباب، واول شيء الفتره اللي قاعد يعيشها من ناحيه الثقه والانتشاب بالفوز، ثاني شيء امكانيات اللاعبين الموجوده، خاصه اذا رجع باولينو مع وجود بانيجا فبيتغير شكل الشباب للافضل. الكل الشباب يا كابتن يوسف، ليش الشباب؟ الشباب الفترة الأخيرة قاعد يبرهن على أداء عالي، يلعب بريتم متميز، لاعبين عم تحس ثم نشوة كبيرة، يلعبوا بثقة كبيرة، تحس ثم نوعا ما من التراصص الصفوف وتقارب اللاعبين، هذا نحسوه حتى في اللعب، نحسوا اللي الجو المحيط بالفريق متميز، معناه إداريا وفنيا، فأتوقع الشباب ماشي في طريق صحيح. استكمالا في موضوع الشباب، الكابتن حسان تنبكتي نقول الحمد لله على السلامة وإن شاء الله نشاهدك عودة قريبة جدا. الكابتن حسان تنبكتي إصابته كانت خطيرة، أعتقد كانت أمام أوزبكستان في تصفيات كأس العالم. حسان أحد المدافعين المهمين جدا في كرة القدم السعودية، ليس لنادي الشباب إنما كرة القدم السعودية، الحمد لله في المركز السويسري لإصابات الدماغ والجهاز الحركي بمدينة زيورخ السويسرية، اختبارات وفحوصات مكثفة للعودة الآمنة لممارسة كرة القدم. عودا حميدا كابتن حسان، وإن شاء الله نشاهدك بحالة صحية وحالة فنية أفضل بحول الله، وفي أقرب وقت إن شاء الله نشاهدك في كأس العالم 2022 مع منتخبنا الوطني، أحد المدافعين المهمين جدا لمنتخبنا السعودي ولنادي الشباب. إلى مباراة الحزم والاتحاد، صعب ملعب الحزم يا كابتن، كابتن يوسف. نعم صعب، خاصة أن الحزم في المباريات الأخيرة لعبها مع الملعب نتاعه كان فريق جد شرس، تميز فاز على الأهلي،
فلقى صعوبات الهلال باش يتفوق عليه، فأتوقع المباراة راح تكون شرسة وصعبة للمباراة. الصعوبة في الملعب أو في وضع الاتحاد؟ أتوقع في الاثنين، أتوقع في الاثنين. الحزم تعرف اللي الملعب بتاعه شوية صغير الحجم، الفترة الأخيرة يعرف يتكتل، يلعب بخمسة مدافعين في الخطوط الخلفية، اللاعبين يلعبوا بحماس عالي مع تواجد الجماهير بتاعهم اللي تدفعهم تعطيهم الروح الإضافية، فأتوقع اللي هو راح يتكتل في الخطوط الخلفية ويخلي يصعب مأمورية الاتحاد ويخليه يلعب في وضع اللي الاتحاد ما يحبذوش. إلى نيرس وحجازي المدافعين الاثنين، من بيتحمل المباراة أكثر؟ والله بيتحمل نيرس، لأن وجود لاعبين قيمة فنية عالية في الاتحاد راح يعطيه المسؤولية الكاملة حتى في قيادة الخط الخلفي. حجازي لاعب عنده خبرته، لاعب قيمة فنية عالية، لكن الضغط اللي بيواجهه نيرس غير الضغط اللي بيواجه حجازي، خاصة أن الحزم ما راح بيندفع ويشكل خطورة كبيرة على الاتحاد. توقعات والكابتن من عندك كابتن يوسف لمن؟ توقعات الاتحاد. مباراة الاتحاد، الاتحاد يمر في منحنى عالي أو متوسط أو تذبذب؟ الاتحاد يمر بفترة تذبذب، أنا أرشحه لأنه عنده لاعبين يقدروا يعملوا الفارق في كل لحظة المباراة. أحمد الاتحاد ليش؟ أنا أروح للاتحاد زي ما ذكرنا، يمكن وجود لاعبين عندهم الحلول الفردية وحتى يمكن في الكرات الثابتة. الملعب مش صعب؟ الملعب صعب، الملعب صعب، وأسلوب طريقة لم يخسر الحزم على ملعب نهائيا هذا الموسم، وأسلوب طريقة الاتحاد ممكن تساعد الحزم، لأن الاتحاد يرتد، ما هو إلا الفريق اللي يستحوذ ويبني ويدور المساحات الضيقة بين الخطوط، لا الاتحاد يرتد، فأعتقد أنه بيعاني، لكن الاتحاد عنده حلول ثانية فردية وحلول للكرات الثابتة. أنا بروح الاتحاد ليش؟ الاتحاد للمواقف الثابتة، ممكن يحسمها بكرة الاتحاد في المواقف الثابتة. حجازي وكورنادو ممكن ينهي المباراة إذا تحصل على الثلاث نقاط بهذا السبب. في سؤال يا أحمد لك، أستاذ خالد، ممكن تسأل الجميل أحمد عطيف، هل يستطيع الاتحاد تحقيق النتائج الإيجابية وهو لا يملك لاعب ثمانية صريح مثل سلمان الفرج بالهلال وبنيقة بالشباب؟ ممكن يحقق نتائج إيجابية، لكن أنه يروح بعيد، المرحلة بعيدة، ما أعتقد، يعني المنافسة على لقب الدوري شوي يعني ممكن يعاني الاتحاد، لكن عنده لاعبين ممكن يحقق نتيجة إيجابية. من الأفضل اللاعب في هذا المكان ثمانية حاليا في الدوري السعودي؟ بنيقة وسلمان. لا اقول لك في مع الاتحاد، مع الاتحاد ما في، لان الثلاث الموجودين انريكي ما هو اللاعب، اوكي، بس ما هو اللاعب الستار للامانه. طيب محلل فني سؤال يقول، كل الفرق ناقشتوها فنيا الا الرائد، نريدكم تفصلون فيها، لا نريد مدح، نريد نقد هادف، تضعون ايديكم على الخلل في الفريق وطرق معالجتها. لنا سنوات نعاني من الدفاع وعدم الثبات على التشكيل. رسالة لك يا كابتن يوسف، متى الرائد؟ تسمعنا يا كابتن يوسف؟ طيب أحمد، هي للأخ محلل فني، سنقوم بحول الله، شوف لكل الفرق سنغطيها، أما رائد أو تعاون أو ضمك أو أبها، هلال، نصر، متى ماتت الفرصة وكان التوقيت المناسب سنعطي لكل فريق حقه. اليوم الاتحاد في المرة القادمة بحول الله، الأربعاء القادم أو الثلاثاء القادم، سيكون فريق ثاني مختلف كليا والتفصيل فيه. أحمد شكرا. الله يعطيك العافية. شكرا. والكابتن يوسف شكرا لك، شكرا لكم، وتصبحون على خير.